نخرج سوا أنا وإنتي وناخد طنط مريم معنا؟ واحدة غيرك بعد اللي حصل لها كانت اتعلمت حاجة، إنما إنتي ناوي على إيه يا نديم؟ طالع فجأة حواليا شوية صراصير لازم أدوسهم بالجزمة. لازم نتكلم هنا لحد ما الخبر يجينا لوحده. أنا ليه أبتدي حياتي معاها بكده؟ لا تتفهم بجد؟ ما تحترمش يا رشوة. المفعول العاصم بتاعك جاب نتيجة. وأنت عارفاني، بحب أجيب من الآخر وأخلص على طول. إحنا في مصيبة سودا. لا وإيه؟ ما اخترتيش غير اليوم اللي بنته تموت فيه. وكلها أسبوعين ثلاثة. والقضية تتحفظ ونعيش حياتك. أختك حبيبتك، أنا رجعتها لعصمتي. اللي قتل لوجي هوصله وهنفذ فيه الحكم اللي يستحق. أنا شايف بقى كده إن إحنا رجعنا للعبة من الأول. ما ماتش النهارده هيموت بكرة. الكذب باين في عينيك. يا بحر يا وين يا بحر، بتكذب عليا ليه؟ عملت لك ايه انا عشان تكذب عليا وتفول على بنت اهدي اهدي يا رشا. عشان ايه؟ عشان اصدق كذبك؟ بعدين ايه رشا دي؟ انت نسيت نفسك؟ انت صدقت اني بموت فيك؟ تبقى اهبل. من هنا ورايح اسمي مدام رشا. رشا هنا يا حيوان، مش اطلع برا، امشي اطلع برا. وانا اسيبك عشان تهدي. امشي اطلع برا يا حيوان، برا. لا يمسهم السوء ولا Thank you very much for coming. والذين كفروا
لله. شاكر فيت. شكرا حاجة. محتاجت حاجة أقول. أكيد. لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك الأخت اللي هناك دي عمالة بنبص عليكي كده ليه؟ لتكونن من الخاسرين. سيبيها براحتها، هي مش في دماغي خالص. بيقولوا يا حرام البنت جالها انفجار في المخ وماتت. غريبة قوي، رغم ان انا سمعت انها كانت بتتدرب خيل وقعت من عليها. ما تعرفيش فين الحقيقة. طب اقولك ايه، هي مامتها فين؟ شايفاها خالص. اعتقد اللي قاعده دي. لا 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 مش دي خالص. انا عارفه رشا معاكوا كويس. قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. إلا
ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام. بعدين في بنت المفكوكة دي أقوم أجيبها من شعرها وأمسح بيها بلاط الجامع؟ والله أعملها وأفرج عليها الناس. نوح إحنا في جامع؟ بصي مستفزة إزاي؟ هي لا جت ولا راحت حتة سكرتيرة. إحنا في عزا. طيب خلاص. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض فصعق من في السماوات ومن في الأرض ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. مش ملاحظ حاجة؟ ملاحظ يا كبير طبعاً. إيه بقى؟ جرلاتي اللي موجودة هنا مش تبعنا. ليه بقى؟ ودي محتاجة لسؤال يا جميل، يعني مراته تهرب مننا عاوزنا نفضل برضو رجالته زي ما احنا؟ حاجة هتطلع من نافوخي، يعني هتكون هربت يعني راحت فين؟ وانا ايش عرفني؟ طب ما تعسلنا كده ويعرف لنا. اعرف لك ايه؟ اعرف لك مكانها؟ لا، اعرف لنا البنت الصغيرة دي ماتت ازاي؟ الله يرحمها. الله يرحمها. انا اتقصت يا كبير ومحدش عارف حاجة، يظهر ان الموضوع فيه سر كبير قوي، بس انا هعرفه وابلغك بيه. مش برضه هتكون في البيت عند ام الولاد، ولا هتكون في الكافيه اللي بتقعد فيه يا كبير؟ ايه بقول لك، هتكون في البيت عند ام الولاد ولا في الكافيه اللي بتقعد فيه؟ دري يا بوبي، ما احنا مع بعض، ولا انا هتوه منك؟ مش هتوه ولا حاجه لا سمح الله. خلاص بقى بطل رغي وخلينا نركز في القران. حاضر. شكرا الله صح. ملكش حاجة وحشة والله. بدي شكرا الله صح. شكرا الله صح. Thank you.
بقاء لله. شد حيلك. شكر الله وصالح. شكر الله وصالح. قلبان محتاج حاجة؟ شكرا. طب أكلمك. صعبان عليا نديم قوي. انت فين يا ناصر؟ فين؟ شايفنا فين؟ اه شفتك شفتك. رامي هريني مسجات. عايز ايه؟ هو مش هيبطل حركات الاطفال بتاعته دي؟ على فكره انا ابتديت اتخنق منه. رامي على فكره يا ملك لويل قوي ليكي. بقولك استني شويه ارجعلك. طيب. جاي لك يا ناصر. لا ما تنكريش انها مفاجاه حلوه. ايه رايك بقى؟ وجاي ضارب بدله ومعايا السبحه بتاعتي وعامل جو، ما تنكريش انك اتبسطت. عارف لو استخدمت المعلومات اللي في التليفون ولا الارقام اللي فيها هعمل فيك ايه؟ ايه هتعملي فيها ايه؟ هطلع عين اهلك. وماله ما تطلعي عين اهلي، المهم انك ما تطلعيش عين انا. تصدق انك صعبان عليا؟ يا ابني انت مش قدي. انت اخرك 50 جنيه تمن الطلقه اللي هتفجر دماغك دي. احترم نفسك وخدها من قصرها وابعد عني وعن مريم. هو انا جيت ناحيتكو؟ ما انا كنت بعيد عنكو. انت اللي دورتي عليا وجيتيلي وقلتيلي طلق مريم طلق اختي، وانا قلتلك وماله؟ ادفعي اطلق. لكن ازاي قعدتي تلفي وتدوري وتحوري وجيتيلي لحد البيت؟ فاكره ولا فكرك؟ ودخلت عليا دخلت يا ريت احنا قرايب نصالح بعض نحط ايدينا في ايدين بعض، وبدل ال5 مليون هديك 10، وانا عشان عبيط وهبل صدقتك. واتريكي كنت عايزه تلعبي معايا لعبه المرجيحه وهوب ترميني من عليها. اه على جدور رقبتي، بس على مين؟ على مين يا ملك يا جرح؟ ده انا خالد الليسي. تعرف يا سخيف مش هتطول مني ولا ملي، حركاتك الوسخه دي تعملها مع ناس تانيه. طب انا عندي فكره، احنا نروح لحبيب القلب يحكم ما بيننا. اهو احنا نستنى كده لما الظروف بتاعته تعدي ونقعد احنا التلاته سوا. هو انا ما قلتلكيش؟ لا والنبي شكلك مش عارفه. ده طلع حبيب، ده طلع حبيبي وقريبي كمان. قريب مين يا هبل؟ انت هتصيح عليا؟ فاكرني هصدقك؟ بقول لك ايه؟ لشويتين دول تعملهم على واحده غيري. ومريم حكياني على القصة إياها لما استخبيت تحت الدواسة. أجبان. عارف لو عرفت بس إنك كلمت وعامل إيه؟ هخليك تسف التراب اللي أنت واقف عليه لحد عندي وتدوس فرامل. فاهم يا أمور؟ على فكرة ده الراجل اللي خطفني بعربيته قدام الشركة. خطفك؟ بقولك ايه، المصاحف اللي فاضله دي كلها تتوزع على الجوامع اللي حوالينا. ها ولو فاضل ادعيه او سجاجيد هبعت لك حد توديهم عندي العربيه. اوكي اميره. عايزه
ليه؟ هو في ايه؟ ردي على قد السؤال. لا انا اللي كلمت المطعم ولا عملت اوردر من اصله. فضلك افتكري كويس يا اميره، افتكري كويس. الولد بتاع الدليفري قال لموظف الامن ان اميره هي اللي بعتت الاكل لنديم. طب ممكن تفهموني عشان انا مش فاهمه حاجه. سيبها مفيد، المطعم موجود والعملاء اللي طلبوا اوردرات متسجله اساميهم بتليفوناتهم. اللي عمل كده ببنتي هوصل له هو واللي خلفوه كمان. ليه؟ وانت عايزه تنزلي ليه؟ الله، وايه اللبس اللي انت لابسه ده؟ انا حره. ما انتش حره، احنا في مصيبه. ما ينفعش رجلك تخطي بره الباب ده لحد ما نشوف انا وانت هنعمل ايه. واصله؟ ما ناقصش غير حيوان زيك يقول لي اعمل ايه وما اعملش ايه. انت نسيت نفسك ولا فاكر عشان اللي حصل ما بيننا ان الروس هتتساوى؟ انت حته خدام ولا تسوى. الخدام ده ماشي وراكي، سمع كلامك وعض الايد اللي اتمدت له. الخدام ده اتغفل ومبقاش عارف ايه اللي مقبل عليه. الراجل هو بيسلم عليا في العزا زغار اللي بعينه، جابني من فوق لتحت. كان ناقص يقول لي يا قط انا اريكو مش هسيبك. راجل مين وعزمني؟ انت فاكرني لغه؟ هصدق انه ما ماتش وان في حد تاني هو اللي مات؟ انت عبيط يا لا. وانا لو ما كنتش عبيط كنت مشيت وراكي، كنت سمعت كلامك. شكلك هتقع يا قط وهتطبل فوق دماغنا كلنا. دماغك لوحدك. انت عارفه يعني ايه انه يجيب جردات من برايا ووقفهم في العزا؟ معناه انه بيديني السكه. كارت احمر. بلي يا قط اركن على جنب، ما انت خلاص راحت عليك ورشا هربت منك. اسمي رشا هانم يا معفن. طب يا مدام رشا هانم يا معفن، انت رايحه فين؟ انت مال اهلك؟ على فكره انا بفوتلك بمزاجي عشان عارف الظروف. ظروفي؟ انت هتصيع يالا؟ اوعى من وشي. اقول لك اثباتي هنا. انت لو رجلك خرجت بره الباب ده وحد بس لقطك هنروح في 60 داهيه. نديم فخري حويته مش سهل زي ما انت فاهمه. انت كنت مراته بس انا اعرف اكتر منك. واعرف ايدي واصله لحد فين. هو ما ماتش بجد؟ يعني احلف لك على مصحف علشان تصدقيني؟ طب يا رب انا لو بكدب اموت، ولا يعني كنت اخدك معايا العزا بقى وزي ما تيجي تيجي؟ يعني هتقول لي عزا؟ استهدي بالله، استهدي بالله بقى رشا. خد ايدك عني، اوعى تلمسني خالص، مفهوم؟ مفهوم. اسكت اسكت خالص، صوتك بيعصبني، مش عايزه اسمع نفسك. يا رشا يا كذاب يا واطي. رشا هل وجهي هي اللي اكلت السم؟ اخرس. طب اقعدي. قلت لك مش عايزه اسمع صوتك، عايزه هدوء في البيت لحد الصبح. اقعدي يا رشا. ممكن؟ الله الله. هجيب لك انا سجاره. انت حريقه سجاير. انا اروح على اول الناس اجيب سجاير واجي. عايزه حاجه تاني؟ يا كلوبة، في حد يعمل في حبيبته مام كده؟ انتي مش راضية تسحبي قلبك كتير.
هي الساعة كام؟ هات التليفون كده حبيبتي من جنبي. يا خبر ابيض، انا نمت كتير قوي. ايوه، دي سانت مريم دخلت عليك لقيتك في سابع نومه. هو يا طنط مريم عايزه مني ايه؟ فطرتي؟ استنيكي، خلي ساده تعمل لك النسكافيه. تتحضري الفطار من ورا. اوكي. جود مورنينج يا روح عين المامي. جود مورنينج. ايه بعتلك فويس نوت؟ مريوم يا حبيبتي، وحشتيني يا روحي قوي 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 قوي، يعني وكمان قوي. اسكتي، مش انا قابلت ملك وقلت لها ان انا ما اقدرش اعيش من غيرك، وان رجعتك لعصمتي، وانه قريب قوي 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 هطلبك في بيت الطاعه. على فكره انا نسيت اقول لك ان الصور والفيديوهات وكل الحاجات اللي اختك خدتهم دول كوبي، لكن الاصلي عندنا عند حبيبك الليثي. وبيسالي عليا مريومه، ما تبقيش وحشه كده يا حبيبتي ومش معبران، انا بقلق عليكي من وقت للتاني. خلاص يا حبيبتي، يلا خلي بالك من نفسك. لا اله الا الله. الكلاب فين ورقه الطلاق اللي اداها لك؟ قومي هاتيها. هو مش جالك هنا عشان يديكي الورقة لما سي حازم ده شافه؟ يعني ايه يا مريم؟ ما خدتيش ورقتك؟ انت بتستعبطي يا مريم؟ ازاي ما تاخديش ورقة طلاقك؟ طب والمصحف هتجننيني؟ والله العظيم يا هتجننيني يا هتموتيني في اول عمري. خدي موبايلك. هو انت بعت مسج لنديم فخري؟ نديم بيه، اتفضل. المدير منتظر حضرتك. استناني هنا يا سيد. حاضر يا فندم. فعلا يا فندم، في اوردر طلب اول امبارح على عنوان سيادتك الساعه 3 العصر. مين اللي طلبه؟ لو حضرتك تسمح لي بس بعد اذنك، لو في حاجه مضايقاك في الاكل ولا حاجه قول لي حضرتك، او الطيار من فضلك تقول لي مين اللي طلب الاوردر. لو ثانيه اشوف حضرتك. اللي بتطلبه سيادتك كل مره اميره ناصف. متاكد؟ تأكد حضرتك البيانات بتاعتها على الكمبيوتر، حضرتك أول ما بتتصل اسمها بيظهر على السيستم على طول.